اهلا اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره تانيه. وزي ما شفنا في التقرير اراء الناس المختلفه سواء كان في لبس الكمامه او عدم لبس الكمامه. وبالمناسبه السؤال ده احنا هعرضينه كمان لحضراتكم على صفحه من القلب القلب على الفيسبوك. حابين نعرف كده من مشاهدين من القلب القلب انتوا لسه بتلبسوا الكمامه ولا لا؟ زي ما انتوا شايفين انا دلوقتي انا وضيفي العزيز مش لابسين الكمامه، بس هنعرف السبب معاه دلوقتي. معايا ومعاكم استاذ دكتور محمد صدقي، استاذ ورئيس قسم الصدر جامعه الازهر الشريف. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. يا دكتور، ايه حكايه ان احنا يعني ينفع بمسافه قد كده ان احنا ما نلبسش الكمامه؟ اللي احنا بنعمله ده صح؟ صح، بس على شرط قولي ما يكونش حد فينا عيان. هي دي المشكله اللي انا يعني بقولها في اي يعني في اي حاجه اي لقاء. الحته دي لازم الواحد امين قوي. في ناس كتير بيجون العياده مثلا يقول لي انا ما عنديش كورونا من اولها كده، وبعدين لما اكلمه بقى شويه شويه الاقي اعراض كورونا وهو مش لابس الكمامه. وهو مش لابس الكمامه، سلم يا رب. فلازم الحته دي. وحتى قبل العيد كنت بقول يا جماعه ما تفسدوش علينا العيد، اللي عنده اعراض يلزم بيته ويعزل نفسه. نعم، دي صح. دكتور انت فكرتني بحاجه حلوه جدا واحنا في الفاصل دلوقتي. ايه هي؟ قولها نقولها للمشاهدين. لما قلت لي ايمان انت فاكره اخر حلقه ليا معاكي؟ كان اول الحلقه الاخرانيه مع حضرتك كان في اول حاله ظهرت في مصر واحنا مع بعض على الهوا. كانت اول حاله تظهر في مصر وكنا بنتكلم عن الكورونا على فكره واعراضها. يعني كنا سباقين قبل ما تنزل في مصر. اتكلمنا عن الالتهابات الرئويه المختلفه. نعم. بين الفيروسات وبين البكتيريا وايه الفرق. نعم. ورحنا بقى داخلين على كورونا وازاي ان هي واسعه الانتشار، وابتدت بقى بعدها طبعا الجائحه تبان في كل العالم كلها. نعم. والنهارده هنتكلم بالتفصيل عن النقطه دي، بس برضو ايه، خلينا نطلع الضوء الحلو من اي ظلام. طبعا. وشفنا في التقرير، رايك ايه في الناس اللي شافت ايجابيات في ان هي من الكورونا وزمن الكورونا؟ طبعًا. زي ما بنقول هو دايما في اي وباء كل العالم بيتعلم. ايوه، احنا لغايه دلوقتي النهارده بنتعلم، وكل يوم يعني ابحاث كثيره جدا واستادز كثيره دراسات عن طب ايه رايك في ده، ايه رايك في ده. طيب هل العامل الوراثه، هل ان واحد لو قعد مع واحد عنده فعلا فيروس لفتره اطول، طب لو قعد معاه دقيقتين هيبقى الشكل مختلف. كل دي دراسات. هل في نتائج حقيقيه ظهرت؟ شغالين. يعني لو قعدت مثلا، كل ده كلام قاعد شغالين. طب انا لو قعدت مع حد في اماكن مفتوحه، قعدت في كافيه مثلا مع اصحابي وكنا قلنا لا كل واحد يبعد عن الثاني متر ومترين والكلام ده، ومحدش يبقى عنده اعراض، اللي عنده اعراض ده انا ابعد عنه شارع بحاله. تمام. اللي عنده اعراض الكحه والعطس وارتفاع في درجه الحراره مهم جدا 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 يقعد في بيته 10 ايام على الاقل. نعم. الموضوع بزياده درجه الحراره كل شويه بقول الكلام ده، كحه مستمره، نهجان ابتدى، ارتفاع درجه الحراره ما بينزلش مع المخفضات يوم او يومين، يجري بسرعه يعمل اشعه مقطعيه وعلى الدكتور. اشعه مقطعيه ولا مسحه ولا لا تحاليل؟ لا 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 استنى، اشعه مقطعيه. والاعراض ممكن اشخص بينهم. لو الاعراض خفيفه ولو حبيت اعمل تحاليل بعمل حاجتين بس. بعمل السي بي سي اللي هو صوره الدم الكامله. صوره الدم الكامله. وممكن اعمل السي دي اكت بروتين اللي هو البروتين المناعي اللي احنا بنقيسه ده. طبعا مش سبيسيفيك قوي للفيروس، بس بعرف منه حاجات مع الاعراض. مع الاعراض مع الاشعه المقطعيه. الاشعه بقى واعراض شديده. عشان اشوف اذا كان في التهاب رئه ولا لا. يعني بمعنى لو حد جاله اعراض خفيفه قال لي انا سخنت اول امبارح طلعت 38 وخدت باراسيتامول وجسمي كان اتكسر شو يومين ثلاثه. طيب اعمل ايه؟ ناس كتير قوي كانوا بيعملوا اشعه مقطعيه وتحاليل ويجوني بيها. كنت اقول لهم انتوا عملتوا ده ليه؟ دي اعراض خفيفه. تمام، وهو لابس كمامته جايني عادي جدا وما بقاش خايف منه طالما انا لابس كمامتي وهو لابس كمامته. وهو بالذات كمان. اقول له خلاص انت تقعد في بيتك 10 ايام وخلاص على كده، وتكلمني لو الاعراض زادت، لو السخونيه او ارتفاع درجه الحراره ما عليت ومش راضيه تنزل تجري بسرعه تعمل اشعه مقطعيه وتجيني. تمام. وتعمل بقى التحاليل الثانيه الفيريتين والدي دايمر والحاجات دي كلها طالما في النهجان اشتغل، الكحه اشتغلت اكتر، تكسير الجسم شغال مش راضي يروح. انما يوم يومين يبقى اسمها اصابه خفيفه. طب والمسحه دورها ايه يا دكتور؟
المسحه كانت في الاول ولغايه دلوقتي كان وزاره الصحه عايزه تشوف الاعداد فكانت بتعمل مسحات وكان بقى طوابير ومش عارف ايه والكلام ده، وفي الاخر طلعت ان الموضوع المسحه طبعا بتؤكد اذا كان في كورونا ولا كان في كورونا او يعني ايجابيه ولا سلبيه، انما برضو مش هتضمنيها ليه؟ لان افرض ان واحد سلبي النهارده ممكن بعد يومين يبقى ايجابي، وممكن واحد يفضل ايجابي لفتره طويله وهو نفسه ما عندوش اعراض.